اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده التشكيله والتنوع في المطبخ مطلوب، تنوع في الخضروات، في اللحوم، في البروتين. عندنا مشتقات كتيره ان احنا نقدر نطلع القيمه الغذائيه اللي بيحتاجها كل عناصر الجسم سواء الصغير او الكبير. معانا النهارده الترلي، ترلي اكله جميله فيها تشكيله من الخضار من خير ارضنا مع لحمه مفرومه مع فراخ ايا كان. تعالوا نشوفوا مدرسه الترلي بتتعمل ازاي مع اللحمه المفرومه الضاني بنسبه دهون تقريبا ل 30 ل 40%. معايا النهارده كمان شويه رز بالكاري. رز بالكاري طبعا ده مدرسه، البرياني، المندي، الكبسه. رز بالكاري هنعمله مع الجزر مع فليفر مع توابل لطيفه وجميله، اهم حاجه التوابل العربيه اللي هي بتطغى على الرز بالكاري والطعم العربي. اما الحلو النهارده للامانه بسيط وسهل وانا شخصيا بحبه، تبقى وجبه فطار مدعمه بالبروتين اللي هو عجينه الكريب. عجينه الكريب يعني بروتين من في صفاتها طبعا البيض، الزبده زي ما احنا عارفين، ولكن معايا فراوله. الفراوله دي مش طازه، فراوله مجمده، هخليكي تستخدميها ازاي مع عجينه الكريب وتعملي لاولادك احلى فطار او احلى عشاء لطيف جميل مع كوبايه عصير. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي شغل كتير في الحلقه بجد، وفيها افكار طهويه اكتر ما هي قيمه غذائيه عاليه كمان، وفي نفس الوقت كمان القيمه الماليه نقدر ان احنا كلنا نعمل الحاجات ديت بطريقه بسيطه وسهله. استاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عدل كل أكلة لها عدلها، زي العروسة في الكوشة كده عدلها بوكيه ورد حلو بيجي هدية. تعالوا مع بعض نشوف صينية الترلي بالخضار. أنا هعمل شوية رز بالكاري دلوقتي، ومدرسة الكاري كبيرة والهنود شطار فيها في إبداعهم للكاري بما إن هم بيحبوا الكاري. الكاري ده طبعا تركيبة من التوابل، معانا على الشاشة موجود مع الرز البسمتي، أي نوع رز بسمتي ولكن يفضل الحبة البيضة العريضة. معانا البهارات العربية من اللومي اللي هو الليمون الجاف والقرفة اللي هي الدارسين، ومعانا كمان المسمار اللي هو القرنفل وورق رورة، والأساس عندي هنا ويتصدر قائمة البهارات العربية اللي هو الحبهان الهيل ويفضل يكون الأخضر. معانا جزر مبشور ومعلقة فلفلة حلوة ومكعبين من الزبدة وبصل وتوم. تعالوا شوفوا نعمل شوية رز حلوين ازاي عدل الصينية اللي موجودة في الفرن. شوية زيت صغيرين على النار مع قليل من الزبدة. وليه زبدة يا عم الشيف؟ عشان البصلات تتحمر معايا بسرعة، لأن معايا مخرج حاكمني بالوقت فأنا بنجز نفسي. حلو الكلام، أدي البصلاية. بسم الله الرحمن الرحيم، تاخد لون على طول. والبصلية بتاخد لون يا عم الشيف، نعمل إيه بقى؟ هو ده الكلام. السر هنا في التحبيشة دي، السر هنا في الكشنة دي. يا حلاوة. بهارات العربية، بسم الله الرحمن الرحيم، قرنفل، قصدي قرفة خشب، مسمار، لومي، حبهان، ورق لورو، يتحمروا مع البصلة كده وياخدوا لون زي الفل. وكمان دي كمان عشان الحبايب. كل دول يا عم الشيف، كل دول بنقلبهم كده. ثوم البصلاية تاخد الشماخة بتاعت البهارات العربية اللي هي عنوان المطبخ العربي. كبسة من غير التوابل دي ما تبقاش كبسة. مشغول من المطبخ السعودي الجميل من غير التوابل دي ما يبقاش مشغول. برياني من غير التوابل دي ما يبقاش برياني. المندي التوابل دي في سلق اللحمة يبقاش مندي، وهكذا. نقلب السليج، المرجوج، الهريس، كل دي اكلات ايه عربيه. معلقه فلفله حلوه. شوف معايا بقى كده. معانا جزر مبشور. رز بالكاري ده لاول مره اعمله بالشكل ده كده، وحقوق الطبع لدينا وبس. الكاري ينزل كده، الله، ونقلب. شفت الجو ده كده؟ هو ده. معايا بوكيه جرنيه، حلة بتغلي على النار فيها شوية خضار، فيها بصل، فيها توم بالشكل ده كده. تعلمي الموضوع ده مهم جدا على فكرة، خلي الطعم يطلع من بين ايدك العشرة. التوم ما يتحمرش، التوم مع الرز ده كده. دي الكشنة.
زي ما انا كده شغال. بهاراتنا يا عم الشيف الناعمه، ملح، فلفل اسود، والملح بتاعي اعمل كنترول عليه، شويه كركم، معلقه بابريكا صغيره انا بحبها دايما في الرز، نقلب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر يا غالي، عينيا امرك واجب. عايز يشوف الصينيه اللي انا دخلتها الفرن اللي شكلها يفرح، بس خلينا احط شقشاء ميه على الخليط ده كده وناخد بعدينا ونروح عند الفرن. الله الله على الريحه الحلوه يا شباب، كاني في الهند. ايه الحلاوه دي؟ شقشاء ميه، شقشاء شقشاء، بس خلاص. ونسيبهم على النار هسه. ركزي معايا عشان الموضوع ده شيق، موضوع فيه خبره طهويه. نسيبهم على النار كده. ده رز بالكاري حصريا، بيقول لك الكتاب بيبان من اوله. خلي بالك، ننزل دي كده وننزلها على السفره. اول ما نشوف الكفته على وش اللحمه نضرب المعلقه، ننزل تحت نلاقي بطاطس، نلاقي كوسه، نلاقي جزر، نلاقي سبانخ، نلاقي قرع عسلي، نلاقي مشروم، زي ما انت عايزه. هناخد الكشنه اللي احنا عملناها دي يا عم الشيف، ناخد نصها، ناخد نصها، والنص التاني نخليه على جنب. اللي انت حطيته ده يا عم الشيف ده نعناع اخضر عشان ريحه التوم. زي ما انا شغال كده، نص الكشنه دي ناخدها على جنب دلوقتي بعد التسبيكه الحلوه دي كده. في طبق جانبي. اللهم صل على النبي. ناخد شويه منها اهي زي ما هي كده، اهي هوبا. كمان دول بس. الباقي ده بننزل بالرز بتاعنا. اللهم صل على النبي، اهو شفت ازاي؟ ونقلب الرز كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، شفت الحلاوه دي كده؟ ونخلي الرز يشبع تقليب وبهارات. زي ما انا شغال كده، شويه رز بالكاري حكايه طبعا. شفتي؟ واروقهم كده طبعا. انا ظابط الملح، خلي بالك. عندك شوربه فراخ؟ اهلا وسهلا بيها. عندك شوربه لحمه؟ اهلا وسهلا بيها. زي ما احنا شغالين كده. وعندي هنا بقى الايه؟ البوكيه جارني بتاعي، الميه. شوف بصفيها ازاي؟ هو ده. شويه رز بالكاري مش هتلاقيهم غير عندك انت وبس. التقليبه الحلوه دي كده. وهسه اطلع على الرز لما يستوي، بننزل ببقيه الكشنه دي على وش الرز ونغطيه تاني. يبقى عندنا مرحلتين. المرحله الاولى بنسيبه ميته تنشف شويه، وبعد كده بننزل بالكشنه دي على وش الرز ونغطيه تاني ونقدمه بعد كده. ايه الحكايه؟ بص على الحكايه، بص على شويه الرز اللي بالكاري، فيهم طعم، فيهم فليفر، فيهم خبره طهويه. الميه نشفت، حلو قوي. هي دي اللحظه اللي انا عايزها. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بنزل ببقيه الكشنه، اللي هم شويه البصل مع الجزر مع التوابل، واقلبهم كده. والله عندك زبيب؟ اهلا وسهلا. بس انا مش حابب الزبيب هنا، لان الاكله دي الزبيب فيها يعني هيبقى مش محتاجين بقى الكفته، يعني دي بقى طبق لوحده كده مع سلطه زبادي بالخيار، ودي وجبه لوحديها. ينفع يا شيف؟ لو انت عامله الرز ده بالزبيب بنفس التكنيك ده كده، شويه سلطه الزبادي بالخيار وتعشت. الرز بالكاري اخباره ايه؟ يلا نشوف انتاجك يا عم الشيف. خلصنا كده. اول حاجه هنغرفها الرز بالكاري في السرفيز الحلو ده كده. الشعريه دي نخليها على جنب. جاهز الرز بالكاري، حلو قوي. على فكره ممكن نقدمه مع مشويات. ايه الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه، بص على، بالله عليك بص، شوف شوف الريحه الحلوه، شوف الشقاوه بتاعت المطبخ. هو ده. الله. شويه رز حكايه، فيهم الخبره الطهويه، فيهم الطعم العربي. اللهم صل على النبي. يلا هو ده. الف هنا وشفا للي ياكل. الله على عليك وعلى والديك. شويه الرز بالكاري، جرنش بتاعي عود نعناع حلو. عينيا حاضر. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نعمل رز بالكاري بمدرسه المغازي،
عملنا صينية الترلي باللحمة المفرومة بطريقة مختلفة، شايفينها ازاي فيها الخير والبركة، والبركة بتاعت الكفتة باينة كده في قلب الصينية زي الفل لضيوفك الحلوين. والحلو بتاعي بسيط وسهل، تكلفته قليلة جدا، كيس فراولة طلعته من الفريزر، عجينة الكريب عملتها في البيت، ولكن الشكل والمضمون مختلف. يعني نقول مع بعض رؤية فن إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.